بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم متابعين قناة مسافرون العرب. النهارده راح نتكلم عن طريقه الحصول على فيزا تونس السياحيه سنه 2022. فيزا تونس هي فيزا قصيره الامد تمنح بغرض السياحه، مما لا شك فيه تعتبر تونس بلدا سياحيا بامتياز في شمال افريقيا. وتتمتع تونس بعديد من المدن السياحيه الجذابه، ويزور تونس الاف السياح سنويا خصوصا في فصلي الصيف والربيع. وإجراءات السفر لتونس والحصول على فيزا السياحة لتونس سهلة جدا تقريبا بالنسبة لجميع دول العالم. وتحفي أيضا تونس عددا كبيرا من الدول العربية من طلب التأشيرة السياحية لزيارة تونس، وتفرض في المقابل تأشيرة مسبقة على بعض الجنسيات العربية. الآن نأتي إلى قائمة الدول العربية المعفاة من تأشيرة تونس السياحية سنة 2022، وهي كالآتي: أولا الجزائر معفية، والمغرب وليبيا والسعودية وقطر والإمارات وموريتانيا وعمان والبحرين. والآن نأتي إلى قائمة الدول التي تحتاج لفيزا مسبقة لزيارة تونس، وهي كالآتي: مصر ولبنان وفلسطين والعراق والأردن والسودان والصومال واليمن وجزر القمر وجيبوتي وسوريا. بالنسبة للدول العربية الغير معفاة أو الدول العربية المعفاة من تأشيرة تونس يحصلون على الفيزا عند الوصول في المطار. أما بالنسبة للدول الغير معفاة من تأشيرة تونس يمكن الحصول عليها من السفارة التونسية في بلدهم. الآن نأتي إلى الأوراق المطلوبة للحصول على فيزا تونس السياحية 2022، وهي سهلة جدا: أولا استمارة طلب الفيزا، ثانيا جواز سفر سائل مفعول، ثالثا صورتين شخصيتين ذات خلفية بيضاء، ورابعا دفع رسوم الفيزا، وخامسا طبعا اللي هي يعني مدة الإقامة في الفيزا وهي 90 يوما. طبعا إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.